نشرة أخبار الظهيرة، أهلا بك. مرحبا بك بثينة، وإلى التفاصيل. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ضرورة توصل مصر وإثيوبيا والسودان إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم حقوق الدول الثلاثة، وذلك فيما يتعلق بسد النهضة. وفي لقاء خاص مع هيئة الإذاعة البريطانية، أكد مدبولي أنه ليس من مصلحة شعوب الدول الثلاثة أن يكون هناك خلاف أو نزاع على مورد طبيعي، وشدد على أن مصر تتابع هذا الموضوع بحرص شديد للغاية من خلال كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية الممكنة للوقوف على كيفية التعامل مع هذا الملف. وفي موضوع آخر، شدد مدبولي على اهتمام القيادة السياسية الشديد بتمكين الشباب، وهو ما تجسد في دخول جيل من صغار السن إلى الكادر الحكومي، خاصة المناصب القيادية مثل الوزراء. وأشار إلى أن الشباب كان عازفا عن المشاركة السياسية في فترات سابقة، وأن الأمر حاليا اختلف كثيرا مع تنامي الوعي لدى هذه الفئة من المجتمع. واصلت القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفيذ فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تبوك 5 الذي ينفذ بالمملكة العربية السعودية، ويشارك فيه وحدات من القوات الخاصة لكلا الجانبين، بالإضافة إلى عناصر من المشاة والمدرعات وعناصر دعم من الأسلحة التخصصية. واصلت القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفيذ فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تبوك 5، والذي ينفذ على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية، ويشارك فيه وحدة من القوات الخاصة لكلا الجانبين، بالإضافة إلى عناصر من المشاة والمدرعات وعناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة. وقد شهدت الأيام الماضية المراحل التمهيدية للتدريب، والتي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات من خلال عقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين. وتواصل عناصر من المشاة والمدرعات مدعومة بعناصر من الأسلحة التخصصية المختلفة التدريب على أعمال الاستطلاع واحتلال المناطق الدفاعية وصد وتدمير العدو باستخدام نظم ومقلدات الرماية المايلز لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة. وظهر خلال التدريب المستوى الراقي للقوات ومدى ما وصلوا إليه من تفاهم ومهارات ميدانية وقتالية عالية. كما قامت القوات الخاصة لكلا البلدين بتنفيذ أنشطة تدريبية مكثفة تخللها تنفيذ عدد من الرميات النمطية وغير النمطية، كذلك التدريب على أعمال الاقتحامات والإخلاء، وتنفيذ أعمال الكمين والإغارة على الأهداف المعادية، والتي تركزت على التدريبات الاحترافية لعناصر القوات الخاصة لكلا البلدين. فيما نفذت قوات المظلات تدريبات على الإعداد والتجهيز والتحميل للأفراد تنفيذ عدد من القفزات المشتركة، أظهرت مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من مرونة ومهارة عالية. ولمجابهة حروب الجيل الخامس تم عقد العديد من المحاضرات النظرية، ومنها محاضرة عن الأمن السيبراني، والتي تتناول طرق التهديدات والهجمات الإلكترونية وأفضل الأساليب للتصدي لها. يهدف التدريب تبوك 5 إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والإدارة والتنفيذ، فضلا عن دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسعودية.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الفلاح. الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم مجددا. يستكمل مجلس الشيوخ خلال جلسة اليوم مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ويهدف مشروع القانون إلى دعم القطاع الخاص والحفاظ على حقوق العاملين به، وبما يضمن استقرار العمل وتعظيم إنتاجيته. للمزيد ينضم إلي مراسل أخبار مصر محمود إسماعيل. أهلا بك محمود، يريد تطلعنا على أبرز ما تناولته جلسة مجلس الشيوخ اليوم. نعم بوسينا، بعد التحية، منذ نحو الساعة تقريبا بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لاستكمال النقاش حول مشروع قانون العمل الجديد، ولكن في البداية أود الإشارة إلى أن اللجنة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمجلس الشيوخ انعقدت صباح اليوم لترشيح الأسماء التي سيتم تعيينها بلجنة القيم بالمجلس، وبالفعل تم اختيار 14 عضوا للجنة القيم بالإضافة إلى رئيس اللجنة، ووافق المجلس على تشكيل لجنة القيم كإجراء يتم اتخاذه في بداية كل دور انعقاد عادي. بعد ذلك شرع المجلس استكمال النقاش حول مشروع قانون العمل الجديد الذي جاء بهدف
تنمية أو دعم القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية والحفاظ على حقوق العاملين به، حيث نص مشروع هذا القانون في إحدى موده على أن ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للتدريب لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس الوزراء، ويكون مقره القاهرة، ويقوم هذا المجلس بوضع السياسات والبرامج الخاصة بالتدريب والتأهيل، لا سيما تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، ويقوم كذلك هذا المجلس بربط احتياجات العمل، احتياجات سوق العمل بالتدريب والتأهيل. مشروع المجلس الأعلى للتنمية الموارد البشرية يكون برئاسة رئيس الوزراء، ويصدر رئيس الوزراء قرارا بنظام العمل بهذا المجلس واختصاصاته خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بمشروع هذا القانون، ويجتمع كل 3 أشهر على الأقل. كذلك نص مشروع هذا القانون في إحدى موديه على وضع نظام قضائي متخصص للفصل في النزاعات الجماعية العمالية للقضاء على البطء في إجراءات التقاضي، ومن ثم يعمل على استقرار العمل وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب وضع نظم أو تطوير أساليب لحل هذه النزاعات بالطرق الودية. كذلك نص مشروع هذا القانون بوسينا على أن يستمد عقد العامل بالقطاع الخاص الاستمرارية بقوة العمل في بقوة القانون في حال مر عليه 4 سنوات على الموظف الذي يعمل في القطاع الخاص. إذا مر 4 سنوات على عمله يستمد عقده الاستمرارية حتى بلوغ سن المعاش، ولا يستطيع صاحب العمل فصل الموظف إلا في ظروف معينة نص عليها مشروع هذا القانون. على أي حال بوسينا ما زال المجلس يستمر في مناقشاته حول مشروع هذا القانون، الذي ربما تستمر هذه المناقشات على مدى عدة جلسات قادمة. بشكرك على كل هذه التفاصيل الوفية زميلنا محمود إسماعيل من مجلس الشيوخ. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا، وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي. وأكدت وزارة الصحة أن المنشور الذي تم تداوله مزيف، وأنه قد تم نفي هذه الشائعة سابقا بتاريخ 4 مايو من العام الماضي، مشيرة إلى أنها لم تقم بتوجيه أي فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا. كما شددت على أن كافة المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات كورونا على مستوى الجمهورية تقوم باستقبال حالات كورونا وتجري الإجراءات اللازمة لهم. أفادت وكالة الأنباء الإماراتية نقلا عن شرطة أبوظبي بانفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح بأبوظبي، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة بمطار أبوظبي الدولي. وأضافت الوكالة أن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات دون طيار وقعت في المنطقتين. أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري باسكوف أن العقوبات الأمريكية المقترحة ضد القيادة الروسية قد تقطع كل العلاقات بين البلدين. وقال باسكوف إنه من المحتمل أن يؤدي هذا النوع من العقوبات إلى وقف أي علاقات بين موسكو وواشنطن، وهو ما سيكون خطأ كبيرا، مؤكدا أن روسيا لا تخشى العقوبات. يذكر أن مجموعة من المشرعين الديمقراطيين تقدموا الأسبوع الماضي بمشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا إذا تصاعدت التوترات حول أوكرانيا، بينها فرض عقوبات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ووزارة الخارجية والدفاع، وكذلك فرض تدابير تقييدية على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2. عاد الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو إلى كييف ليواجه اتهامات له بالخيانة في قضية جنائية يقول إن حلفاء خلفه فلاديمير زيلينسكي قد قاموا بتدبيرها له. ويرفض بوروشينكو كل الاتهامات الموجهة إليه،
وذلك في الوقت الذي قالت فيه واشنطن ولندن إنهما تتابعان عن كثب الملاحقات الجديدة في حقه. ويشتبه في أن بوروشينكو قد سهل شراء الفحم لشركات واقعة شرق أوكرانيا الخاضع للانفصاليين الموالين لروسيا والذين يخوضون حربا ضد كييف خلال 2004 و 2015. تسببت عاصفة ثلجية ضربت شرق الولايات المتحدة في انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في النقل البري والجوي، كما ألغت شركات الطيران أكثر من 2700 رحلة جوية أمريكية. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن العاصفة الثلجية مستمرة اليوم، وأنه من المتوقع تساقط أكبر كمية من الثلوج على ولايتي كارولينا الشمالية، كما تلقى حوالي 74 مليون شخص تحذيرات من الطقس وفقا للهيئة. استمر بركان تحت الماء قبالة جزيرة تونغو في المحيط الهادئ في إطلاق الحمم البركانية والدخان، وتسبب في انقطاع خدمة إنترنت التي توجد في تونغو والتي تعرضت لموجات مد تسونامي على مدى الأيام الثلاثة الماضية، كما تسبب في حدوث تسونامي في سواحل اليابان ومناطق في الولايات المتحدة، مما أدى إلى مقتل شخصين. وأرسلت نيوزيلاند طائرة استطلاع لإجراء تقييم أولي للأضرار في المنطقة وفي الجزر المتدنية الارتفاع. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تعقد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا لمياء موافي موفلة أخبار مصر. لمياء مرحبا بك، أضعينا في تفاصيل الاستعدادات للدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب. في البداية تحياتي لك والمشاهدين. تعقد دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بعد قليل مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. هذا المعرض سيقام هذا العام في موعده الطبيعي من 26 من يناير حتى 7 فبراير. الدورة السابقة كانت قد عقدت في يونيو 2021 نظرا لتداعيات فيروس كورونا. ضيف شرف المعرض هذا العام ستكون دولة اليونان، والذي سيحضر سفيرها المؤتمر الصحفي بعد قليل. هناك عدد كبير من وكالات الأنباء المحلية والعالمية والصحف جاءت لنقل المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض الكتاب. أيضا تم اختيار الكاتب الكبير يحيى حقي ليكون شخصية هذا العام للمعرض. أيضا الكاتب عبد التواب يوسف سيكون ضيف شرف مع المعرض لكتب الأطفال. المعرض هذا العام سيستمر على مدار 13 يوم، يعني سيطول مدته، بهدف دعم الكتب والناشرين الذين سيشاركون في معرض القاهرة الدولي للكتاب. يعني ننتظر المزيد سواء عدد الدول التي ستشارك في المعرض والأجنحة من خلال المؤتمر الصحفي الذي ستكشف خلاله وزيرة الثقافة عن المزيد من المشاركة هذا العام في المعرض. شكرا لك لمياء موافي مراسلة أخبار مصر، كنت معنا من حيث مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب. مشاهدينا الكرام، في تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية من التلفزيون المصري، ويمكنكم بالطبع متابعة المزيد عبر موقعنا مسبيرو.إيجي. أشكر لكم حسن الاهتمام والمتابعة، وإلى اللقاء.